السلام عليكم. كثير من الأصدقاء طلبوا شرح مبسط عن قانون الانتخابات إذا سويته علي اليوم أو على جزء مهم من عند اليوم، اللي هو قانون الانتخاب الفردي بالدوائر المتعددة سواء المتوسطة أو الصغيرة. أولا نقول شنو الفرق بين هذا القانون وبين سات ليجو اللي الناس تظاهرت ضده وكذا وطلبت القانون منصف وعادل. للعلم أنا بين قوسين أنا مو صاحب القصاص بس اللي أعرفه عن هذا الموضوع. القانون اللي شقين الموضوع، اولا كان القانون نسبي هسه فردي. شلون؟ قبل مثلا نضرب مثال نور المالكي بعد الانتخابات جاب 720 صوت، ايش قد يحتاج من المنتخبين؟ يحتاج 50,000. هذا الباقي من اصواته راح يروح الغير مرشحين من قائمته ويفوزهم، بحيث فوز حيدر العبادي وصار رئيس وزراء. اذا تشوفون قبل عباس البياتي ما حد ينتخبه مثلا وتلقوه عضو بالبرلمان. هذا الشيء نحل بهذا القانون، صار بعد اي مرشح مهما يجيب عدد من الاصوات ياخذ بس اللي يستحقه واللي يزود لا يروح لا اله ولا للقائمه. اوكي؟ هذا النوع الاول باختصار. الثاني موضوع الدوائر. الدوائر مو موضوع مهم كلش، لان يعني الفردي اذا القانون 100% الفردي تقريبا 70% الاهميه، 30 او 20% للدوائر، عدد الدوائر. الدوائر اللي صوتوا عليها هسه اليوم حسب عدد الكوتا مال النساء، الكوتا مال النساء مثلا بالناصريه عندنا 5 مقاعد، يقسمون المحافظه مال ذي قار على 5 دوائر. مثلا سوق الشيوخ والطار والعكيكه وذيك المناطق دائره، الشطره والمناطق اللي جانبها دائره، القلعه والنصر دائره، الناصريه تكون دائرتين، كل دائره مو مقعد مو مرشح واحد بيفوز، لا. كل دائرة 4 إلى 3 مقاعد حسب التعداد، مثلا اليوم الناس يتقسم صوب الشامية وصوب الجزيرة. أربع مقاعد يرشحون من كل أحزاب من كل جهات مرشحين يوصلون 40 إلى 50، يختارون أعلى 4 مرشحين يفوزون بهذا الموضوع. أما موضوع عندنا رأي الخبراء وكذا، الخبراء متفقين على الفرد هو الأهم هو الأفضل. بس موضوع الدوائر ما متفقين، انا يعني راسلت اكثر من شخص من عندهم او خبير من عندهم. مثلا مقداد الشريفي عضو سابق بالمفوضيه وي الداره تكون المحافظه تكون داره واحده، عادل اللاني وي الدوائر الصغيره، نجم عبد الطارش وي الدوائر المتوسطه، مهند نعيم هو القائم على هاي الفكره مال الكوته، هو خبير الانتخابات وهو من ابرز المتظاهرين. اما الموضوع الاهم وهو الخصم ما هذا الموضوع، كل الخبراء متفقين ما في مطارق حربهم السيف. الان راسلهم وراح اخلي لكم صور ارائهم بالتعليقات. كل الخبراء بالانتخابات يقولون اهم شيء بالانتخابات المشاركه. سانت ليجو ذاك نفسه القديم السيء لو تطلع الناس هاي المقاطعه كلها تنتخب راح تزيح الاحزاب كلها. وشكرا.